طيب عندنا بعد كده حاجة اسمها methods. الاس بتاعي عملت خاص اس جديد سميته مثلا my name is عمر. وبعد كده ممكن الميثودز دي موجودة في يعني ليها ليست كده انا ممكن اشوفها في اي وقت عادي، موجودة في بايثون مش لازم احفظها. بس انا مثلا عملت اس دوت دي ميثود مثلا منهم capitalize my name is عمر، يعني شال كل ما هو capital فيها ما عدا البداية. طيب لو عملت اس دوت upper خلالي لي كلها upper case. لو عملت اس دوت title خلها اول حرف من كل كلمه upper case. يعني انا مثلا ممكن اعمل s dot replace تمام، بس لازم اكون عارف هريبليس ايه بالظبط. يعني انا بتاعتي الاس بتاعتي بتقول my name is عمر حلو، فلو عملت مثلا هريبليس كذا بكذا حلو، يعني انا هبدل عمر بايه بطارق فبقيت my name is طارق. في حاجات عندنا في البوليانز تدينا true او false تمام. يعني انا مثلا ممكن اكتب s dot is alpha. alpha يعني alphabetic يعني كلها حروف، اداني false. يعني مثلا عملت متغير سميته مثلا s2 حلو وده اسمه عمر حلو، بعد كده عملت s2 dot is alpha، يعني انا بقوله اتأكد ان s2 ده يعتبر alpha alphabetic، هنا اداني true. ليه بقى؟ لان هنا في مسافات، لان المسافات مثلا لو جينا عند التوكنايزيشن لو انا كتبت مثلا ايه في string my name is طارق بعد كده dot and مثلا my doctors ماشي عايز apostrophe s my doctors name is عمر حلو، وجيت اعمل اي اداة بتعمل tokenization هو بيفرق الاول عند ايه، بيشوف المسافات فبيعتبر دي كلمة وبيعتبر دي كلمة ودي كلمة، وبعد كده بيقف هنا طبعا عشان دي punctuation فبيعتبر دي كلمة برضو تمام وهكذا. فانا لو عايز اتاكد ان هو فعلا از الفا هنا لازم يديني فولس انا اتاكد فيه مسافات ولا لا، احيانا ممكن احتاج اتشيك حاجه زي كده. الحاجات دي بتعمل احنا مشكله في العربي في ايه، ان مثلا ممكن مثلا حد يكتب طارق وعمر دول كلمتين، وممكن حد يكتب بالنص كده طارق وعمر، بايثون هيعتبرها هنا ثلاث كلمات عشان مجرد بس ان هو ايه غلط في الكتابه وساب مسافه بين الواو والكلمه نفسها. طيب من الميثودز كمان عندنا s بيساوي my name طارق، لو عملت s dot split تمام، split يعني يقسم يقطع او يفرق فتبقى my name طارق، عملها حاجه شبيهه بالتوكنايزيشن او توكنايزيشن معنى صح. والتوكنايزيشنز برضو قايم على السبليت والريجكس، يعني التوكنايزيشن اصلا اداه معموله بانها يعني مثلا احنا عندنا التوكنايزر بتاع NLT كده اللي بنستخدمه بشكل عام، بس في مثلا حاجه اسمها تويت توكنايزر، ان هو توكنايزر خاص بالحاجات اللي مكتوبه على تويتر، لان في تويتر بيبقى في مثلا حد بيعمل منشن لحد فبيكتب اسمه، حد عمل هاشتاج تمام، فالتوكنايزر الميثود بتاع التوكنايزيشن معروف ان لما تشوف هاشتاج خد اللي بعديها وهكذا. احنا كده ايه خدنا السبليت وعندنا حاجات تانية، عندنا الجوين. الجوين دي ان انا اللي معمول له سبليت ده اقدر اعمله جوين، يعني انا لو عندي نص مفرق عايز اجمعه في كلمه واحده اقدر اعمله جوين. يعني مثلا انا هسمي ده واي مثلا متغير واي، فانا لو كتبت هنا واي الواي دي بقت عباره عن ايه الاس لكن مفرقه، لو انا عايز اجمع ده دوت جوين الواي. بس انا ليه في نقطه هنا في الاول، عشان انا لما اعمل جوين لازم اقوله هحط بينهم حاجه ولا لا، يعني هو لو جمعهم كلهم على بعض كده هيبقوا لازقين في بعض مفيش مسافات، فانا بحط كوتيشنز هنا وبقول له دي ده اللي هيكون جوه، يعني مثلا هنا كده جمعهم ايه ماي نيم ستار لازق في بعض، بس هنا ممكن احط سبيس حلو ممكن احط باك سلاش ان ده لما يروح ملف تكست هيبقى كل كلمه في سطر. لو عندي مثلا دي اي ديز مثلا بدل ماي نيم طارق ده الاي دي بتاع مكالمه رقم موبايل مش عارف ايه انا مش عايزهم في سطر واحد تمام، ممكن احط علامه البايب مثلا ماي نيم طارق، ممكن احط فاصله ايا كان. فدي من الحاجات انا عندي حاجه بعمل بيها سبليت وحاجه اسمها بيعمل جيها جوين. عندنا تاني حاجه اسمها ستريب، يعني مثلا لو عندي متغير اس ده بيساوي متغير في مسافات هنا في الاول بعد كده ماي مسافه نيم از طارق مثلا تمام، نعمل اس دوت ستريب شال المسافات من الاول ومن الاخر سابها مثلا في النص حاجات زي كده. في حاجات بتوفر عليها كتير قوي، ايه اللي اصلا ممكن يخلي في مسافه في الاول وفي الاخر؟ لو انا بعمل كليننج لداتا مثلا وعندي اول
حاجة في المدونة بتاعتي بتقول اسم المدونة وتاريخ إنشائها والكلام ده كله، ده أنا مش عايزه في البيانات بتاعتي. فكتبت كود وشالها، خلفت مكانها مسافة، فممكن أعمل strip عشان يشيل المسافات اللي في الأول وفي الآخر. عندنا حاجة تانية مثلا في السبلت، في الاس دي اللي هي my name is طارق، السبلت أنا ممكن أحط جوه هنا حاجة، يعني مثلا إيه، حطيت دوت، الكومة المفروض هتعمل كومة، مثلا عندنا my name is طارق، حلو، وعملت s dot split هنا، split هنا مش بيحط كومة، split هنا بيشيل. طيب لو أنا عندي مثلا في my dash name، بعد كده هنا مسافة طارق، بعد كده مثلا is dash أحمد، فأنا ممكن مثلا أقول له فرق لما تشوف الداش، فأقسمها my مع مسافة، بعد كده name طارق is مسافة، بعد كده أحمد مسافة. دي مفيدة جدا ليه؟ لأن برضو أنا ممكن يكون عندي بيانات، ولنفترض مثلا معجم، المعجم مكتوب فيه كلمة وبعد كده كولوم مثلا، بعد كده string وشرح الكلمة، فأنا ممكن أقول له split عند دي مثلا، فأنا ممكن أخليه فرق اللي هو المفرق إيه؟ إيه الأداة لما تشوفها فرق عندها؟ هو by default بيفرق عند المسافات، بس أنا ممكن أحدد أكتر، أقول له فرق لي عند العلامة المميزة دي. الحاجة التانية إن أنا ينفع أستخدم أكتر من عملية في نفس الوقت. عندي متغير، المتغير ده سميته my name is طارق، حلو، كومة his name is أمر، her name is آية مثلا، أنا عايز أفرق ده عند الكومة وبعد كده أجمعه تاني، بس يكون بدل الكومة مثلا في العلامة دي اللي هي البايب مثلا. فأنا ممكن إيه، الأول بعمل s dot split وبحدد له فرق عند الكومة، هل بقى لازم أعمل s dot split وبعد كده أعمل join، يعني ده في سطر ده في سطر؟ لا، أنا بعمل كله جوه بعضه، يعني s dot split ده كده هيفرق عند الكومة دي، وبعد كده في الآخر بحطها جوه الجوين، وبعد كده في الجوين بقول له قبلها طبعا إيه، أنا عايز مثلا تجمع لي بإيه، بعلامة البايب، ومسافة قبل ومسافة بعد أهو. فده معناها إيه؟ أنا بقول إن إحنا نقدر نستخدم أكتر من operation وميثود مع بعض. split بتتم على الفانكشن من بره، في جوين كنت بحط اللي هعمله جوين جوه الأقواس، split كنت بحطها بره صح، دوت بعد كده split. طيب فأنا بس لو هعمل جوين بعد كده split، فيبقى كل الموضوع إن أنا الأول عملت مثلا جوين بمسافة، وبعد كده إيه، هجوين مثلا الاس الأول وبعد كده هعمل split. دي العكس بتاع اللي إحنا عملناه فين شوية، داني مثلا هنا error بيقول لي invalid syntax، إن هنا المفروض دي كان المفروض تحط بين كوتيشن مارك، طلعي طبعا ناتج مختلف تماما. هي دي تعتبر العكس بتاع دي، مسافة دوت جوين split s dot split. الحاجة التانية بقى ايه، من لسه السترينج ده قصة طويلة قوي، بس انا النهاردة عايز يعني اقف عند الفورماتنج، مش عايز نقفل من غير ما ناخد الفورماتنج، الفورماتنج مهم برضو. الفورماتنج هي expressions بكتبها عشان ابدل حاجة. الفورماتنج مثلا في منها نوعين، في منها نوع اسمه methods وفي نوع منه اسمه expressions. فنبدأ الاول بالexpressions، ليه syntax كده معروفة، ان مثلا لو انا عندي string في مثلا text مكتوبة، حطيت بعد كده percentage واس، وتكست تاني مثلا وحطيت علامة percentage وخليها هيدي كده بس، وبعد كده حطيت هنا برضو علامة percentage وهنا في value او values قيم معينة يعني، تمام. ده معناه ايه؟ معناها ان ده لما يكون نص string عندي، دي معناها اسمها placeholder. placeholder يعني حاجة بتحفظ مكان لحد، زي ما حد يحجز لحد مكان جنبه، المكان ده هيتحط فيه ما هو خارج البتاع ده، وطلعه ما هو بداخل القوس. يعني ناخد مثال عليها عملي احسن، my name is حلو، وحطيت هنا، معناها ده معناها ان المكان محفوظ، وبعد كده جيت هنا حطيت طارق، يا تطلع من. طيب انا ممكن استفيد من حاجة زي كده في ايه؟ ممكن يكون عندي متغير اسمه name، اسمي بالكامل طارق احمد شحاته، فانا هنا مثلا عندي my name is وهبدلها بايه، هبدلها بالمتغير اللي هو name، مش هحط كود المره دي لان حطيت اسم متغير، فحط my name is طارق احمد شحاته. طيب انا ممكن حاجه زي كده تفرق في ايه، ان انا ممكن انا لو بعمل برنامج وبطلب من المستخدم input بيساوي input، الانبوت انا كاتب فيه what is your name. طيب ده معناها ان لما البرنامج ده بيبدا لازم هيطلب من المستخدم يقول له اسمك ايه، فممكن اكتب بعد كده هنا مثلا ايه the user name is، وبعد كده ايه هتبقى القيمه اللي هي بتاعه المتغير user. ده برنامج انا عملته مثلا لمعالجه اللغات، طلبت ايه المستخدم يدخل اسمه، فكده رحت كاتب ايه طارق احمد شحاته، وبعد كده ايه عملت شيفت انتر the user name is طارق احمد شحاته. فده اللي بيستخدمه ان انا فورمات ابدل حاجه جوه التكست نفسها. طيب النوع التاني من الفورماتنج ده، اول حاجه اللي هو الاكسبريشنز،
اللي هو بستخدم فيه دي بليس هولدر والقيمه نفسها. ممكن تكون اكتر من واحده برضو، اليوزر نيم از كذا اند كذا، فهنا ممكن يكون في يوزر مثلا ويوزر كمان، فا يوزر نيم طارق احمد شحاته اند طارق احمد شحاته. لان لو خدنا بالنا فاليوز بنجمع، يعني اقدر احط قيم كتيره جدا استخدمها بقى مع ارقام مع نص مع اي حاجه. طيب عندنا حاجه تانية اسمها فورماتنج ميثودز، ده النوع التاني من الفورماتنج في بايثون في السترينجز. الميثودز طريقتها مختلفه شويه لكن سهله جدا. السينتاكس بتاعتها عندي مثلا السترينج بتاعي الكلام المكتوب، احنا كنا في الاول بنحط كده، لا المره دي هنحط كيرلي براكتس، وبعد كده في الاخر خالص بدوس دوت عشان دي ميثود فورمات، وبعد كده بفتح قوس برضو بيكون فيه الفاليوز. دي طريقه ودي طريقه. حلو، بمعنى ايه؟ انا عايز استخدمها هنا my name is dot format والقيمه بتاعتي هنا طارق، بلاش نحط قيمه مثلا، ممكن نحط المتغير يوزر اللي احنا خدناه ده فوق، فهو my name is طارق احمد شحاته. تمام، دي كانت في بايثون 2.6 يعني دي القديمه، الجديده هي دي، بس الاثنين بيستخدموا كده او كده، دي شغاله ودي شغاله. او احنا دلوقتي بنستخدم 3.6. دلوقتي عايز اجاوب على السؤال بتاع المتغير الجلوبال واللوكال. انا لو عندي متغير هنا اسمه نيم وده بيساوي طارق، انا هنا ممكن اكتب فانكشن ديف فانكشن مثلا سميتها يوزر نيم، واقدر استخدم متغير طارق ده اللي هو نيم دوت سبليت مثلا، اقدر استخدمه لان هو جلوبال هو بره يعني متاح للجميع. لكن لو انا هنا عملت متغير سميته نيم 2 بيساوي مثلا this is a string، وبعد كده جوه الفانكشن بقى عملت عليه اي حاجه نيم 2 دوت سبليت دوت ابر ايا كان، خارج الفانكشن ما اقدرش استخدم المتغير ده، يعني ما اقدرش هنا لو جيت اكتب هنا نيم 2 مش هيعرفه. يعني احنا ممكن احنا عملنا كده ايه نيم دوت سبليت، خلاص احنا كده عرفنا الفانكشن بتاعتنا، جيت هنا نيم 2 بيقول لي ايه نيم 2 is not defined، لكن في الفانكشن ما ادريش ايرور ان هو نيم نوت ديفايند لان نيم ده يعتبر جلوبال فاريبل.